مدام راديا الناصراوي، كنت صرحت في العديد من المرات انه التعذيب مازال متواصل في تونس، شنو هي المؤيدات نتاعك حول هذا الموضوع؟ والله حاجة يعني محزنة للغاية، لأني نشعر في الأيام الأخيرة وأنه تكثف التعذيب، أصبح يتمارس بشكل كبير ياسر. يعني كنا نتمناه أنه على الأقل يخف بعد 14 جانفي، وإذا به ما خفش بالمرة. احنا كمنظمة يوميا أحيانا نتلقاو شكاوى، يعني نهار واحد محروق يده وجزء من وجهه، نهار واحد يجينا بكله بلايك زرق، نهار بنت يعني يقع تعذيبها في مركز وتخرج كذلك بعدة أثار. اليوم الصباح يقع الاتصال بيا من قبل فتاة تونسية وقع اغتصابها من طرف زوز أعوان أمن في عين زغوان. يعني الحقيقة ممارسات وحشية، ممارسات غير قانونية، كنا نتمناو أنه تتخذ الإجراءات اللازمة باش يقع الحد منها، أقل شيء أنه يقع الحد منها. لأنه صحيح البوليس تعود لمدة 10 سنين على ممارسة التعذيب، ما نجموش نتصوروا أنه بين عشية وضحاها يعدل عن ممارسة التعذيب.